مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نأنس برفقتكم في حلقتنا هذه من لست وحدك. كان كثير من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر، ولكن تحت رداء الستر معاناة ومكابدة ترى آثارها في مظاهر الفقر وفي الأمراض التي يسببها سوء التغذية، ومشاكل اجتماعية وجرائم تسببها حالة البطالة والعجز عن توفير أساسيات الحياة. هكذا كان حال كثير من اليمنيين وهم في بيوتهم، تلك البيوت التي يسكنونها بالإيجار في المدن التي انتقلوا إليها طلبا للرزق، أو تلك التي ورثوها عن آبائهم في القرى المحرومة من الخدمات. لكن حال اليمنيين صار أسوأ، فالملايين الذين كانوا فوق خط الفقر بقليل صاروا تحت هذا الخط الثقيل، أما الذين كانوا تحته فقد صاروا في حال لا يقدر على العيش في كابوسها أحد. الذين كانوا يقدمون الصدقات صاروا يتلقون المساعدات. هكذا هو الحال في مدن وقرى البلاد اليمنية المنكوبة بالحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي والمخلوع عليهم، حربا في مناطق وجرائم في مناطق أخرى لا تقل خطورة عن الحرب. فمن لا تفتح عليه فوهات البنادق تفتح له أبواب السجون وتغلق أمامه أبواب الرزق الشريف. نشاهد هذه الرسائل التي بعث بها النازحون في مخيم ضروان شمال صنعاء، ثم نعود. احنا ما معنا لا حمامات ولا معنا فدانات ولا معنا. اسمي مسعودي يحيى شمسة من عمرة، نزعنا من عمرة من جنب المصنع، وحيا ولدنا ناير عمو وعد بفل بطنا قاعد مغربي قد شل بيت انا استل حد مغربي غرابة قد معنا معي حشر الجهة، واحنا اثني والرجال شايب قد وذاب قربا من رقاب ما عاد استر يخطى ما نشقى علينا ما نشقى قتالنا من شهر رمضان، والله ما قد تولنا لا بطانية ولا فرش ولا أي حاجة. هذا قلا كان جثال منظمة لنا نص كيس طحي كنت من مرايسي، وذا الحين ما فيش من الله وإلى الله رجعنا هنا، والله ما بيصدقوا علينا إلا الخلق. تعيشوا بالوضع لما على مطار بالمخيمات برد شدة الله حرمنا هنا بنبرد، انه ذا ما قدرت اقوم لا من حكاونا ولا من ظهورنا بيطلع لنا الندى والخلق من بارنا. معنا لا غاز ولا معنا ولا معنا غاز ولا ادوان مطبخ ولا معنا حاجه، حرمنا ذا جرب الخيمه اني حضر ما معي حاجه، ادور لي فتب شوي ماء علي كذا كان يشربها ونسمه الله اخبر. والله نزحت قبل شهرين. كيف وضعكم الان؟ والله وضعنا وضع مزري لا يعلم به الا الله، الحمد لله على ما كتب ربي. وايش اللي حصل رجلك هذه؟ والله لا رجلي فيها والوجع هذا له اكثر من 10 سنين وجع، وانا انسان فقير ما جد من الله الا وجه الله سبحانه وتعالى. كم معك هنا اسرتك موجوده هنا معك؟ موجوده. كم؟ والله اسرتي احنا 9 7 عيال والام والاب. من اللي يشفى عليهم اللي والله ما بالله الله، وهذا ذي تدلت المنظمة ولا ما بش معانا دعم ولا من زواب زايدنا يعني حالتي والأمطار والأمطار فوقنا وفراشنا فراش الجهال والله كراتي، معانا 3 بطانة تدوها الجيران يدفوا بهن الجهال وخلاص، وتعباني لا آخر بنت الحالة يعلم بها الله. والله والله أنا ما يعلم بإلا الرحمن الرحمن، لكن الحمد لله. تشتغل؟ والله ما بيشتغل والله نوم. نعم. كيف تقضي حياتك ومرافق؟ والله معايا ولد تقريبا عمره 20 سنة يخرج مسكين يشحت ويدور منها من اخواته. كم من الناس اللي تعيشوا من 9؟ والله زي ما انت عارف نخرج نلوي. وهذا؟ هذا والله خرج الاب والجهال والضرب وثلاث رجله. والان من عالجته؟ والله تجمعوا لي الجيران ورحتوا الى المستشفى عملوا له الجبس هذه وكانوا ضروري عمليه، والعمليه تكلف 80,000 وانا ما يعلم بحالي الا الرحمن الرحيم. اناشد منظم واناشد فاعلين الخير يتعاونوا معي يدخلوني اي مستشفى الج ابني، باقي الصرف فيا والاكل ما اشتري ما حاجه بنيعيه. تعب حالتنا بنكيس
ما نجد لا فراش ولا غداء ولا أي حاجة. والأمطار. والأمطار قتلتنا، نرقد بين الخسع والماء. أمراض حالتنا تاعبة طارة. قالوا تاعبين ومنظمات ادانا نص كيس بر وذهبت بلا سنة. أول مرة ضليت عاني منه ما تكسرت في الدم. هل تعالجت؟ هل كلمة علاجات؟ سنة هذا المهم النازحين ما تدونا ولا شيء. ولد لو ناشي ما تحب توصل من رسالة لجهة المسؤولة؟ ولد لو ناشي. أنا من صعدة من المحافظة حق صعدة من المدينة. كم لكم التنازحين؟ قد لي سنة. كيف وضعكم؟ وضعنا تاعبين وشتة أمطار ولا نجد لا غذاء ولا شيء. شللتنا السيول، شللت الخيام، دخلت لا الفرا لا معنا لا فراش ولا معنا غذاء ولا معنا حمامات ولا معنا خزانات ولا معنا اي شيء، ولا لدى الجهالنا ولا معنا شيء. مخيمات نازحين منه، من حرض، من صعطه، من حجه، من تعز، ها، من تهامه، من كل المناطق مجمعين في المخيم هذا. وفي ناس في جبال ما توصلوا اليهم. كم عددهم؟ هكذا ما يكلف 550 نازح في جميع المناطق هذا في حق همدان مشردي، عايشين في صعوبات، لا يوجدون لا خزانات لا حمامات لا ملابس لأولادهم لا علاجات لا التعليم، ما يوجدوش لا تعليم ولا شيء، صعوبة جدا فيهم. الأطفال لم يتعلموش. الأطفال ما يتعلموش، أي طفل ما يتعلمش، لا يوجد مدارس ولا شيء عندهم. لا يوجد، بيعانوا من قيمة الدفتر والقلم. والدعم منين الدعم؟ أنا مثلاً عاقل بين ناشد جميع المنظمات، جميع فاعلين الخي الذي يتفاعلوا مع المخيمة، انهم يدعموا النازحي، وانهم صعبه عندهم جدا، يعانوا، يوقدوا اصانك الله من القراطيس والبلاستيك هذا لاجل يفعلوا لهم شاهي، يذبحوا لهم اي دبيخ ولا اي حاجه من الذي يقع لهم. ما يوجدون شيء في المخيمات حقهم. السيولة بتدخل لا فوقهم، بتغرق فراشهم. بيدوا لهم، بعض المنظمات صرفت لنا من بعض الفراشه وهذا، لانهم بيعانوا يا اخي من امراض، بينضر يبيع فراشه ويعالج ابنه، ما يبقى لهم شيء في بيوتهم، يعانوا يرقدوا. شوفوا المخيمات لا يوجدوا فيها حتى فراشه، بعضهم بيعانوا، بعضهم من القلب، من السكر، من معاناه شديده فيهم. بعضهم ما يقدرش لا يمشي لا يتحرك. هذه عند القلب، عند السكر، عند الضغط، عندي كلها. والمعيشة عندكم كيف تعيش؟ عيشت لا خاصة عيشة. تعالجتي هل ما كنتش تعالجت؟ هذا العلاجات؟ هذا حق العلاجات. بدفع لها فحوص الحاجة؟ اشتي فحوصة، اشتي كشافة، اشتي تحقيق، ما فيش. ما فيش أبدا. ما فيش. من صعبة. كم لك نازحين؟ ليه أنا من أمنا من أول الحرب. من أول الحرب. كيف وضعك؟ كيف وضع المريض؟ والله وضعي ما أحرم بالوضع إلا الله سبحانه وتعالى. والمريض هذا كل سنة وإحنا نفك كل عملية، يعني عملية أكياس. من هم أقرب لك؟ بنتي. بنتها؟ نعم. كم عمرها؟ عمرها حوالي 30 سنة. وعلى هذا أرملة. يعني زوجها متوفي. أيوة. كم من أسرتها؟ ها؟ أسرتي أنا الحالي. هنا حوالي هنا أربع أسر داخل الله. كيف ظروفكم؟ ظروفنا والله صعبة. ولم يدعمكم ولا خصم دعم؟ والله ما فيش لا دعم ولا معنا شيء، يعني ما جاء، يعني بيجانا هكذا. والسيول والأمطار. والسيول والأمطار قد احنا هذا في الوسط قد بتشوفوا، مع بالله من سبحانه وتعالى يعني يجعل كل ضعف لطف. ما اللي توصلوا للجهات المختصة؟ نوصلوا للجهات المختصة أن يسعفونا بالأغذية بالفراش بالبيوت، يعني احنا مهملين هنا، يعني وسط الخبوث ما معنا شيء. نازحين نازحين. فلتنا بيوتنا وكلنا ما معنا ولا خرجنا بشيء. اوضاع الدهور الاخر لا وصل شيء. تكلم عن وضعك، اشرح لي وضعك.
أوضاع لا بطانيات، معنا 6 بطانيات عرم ما غيرهن. كم منكم؟ مننا 4 أسر. أربع. وعد يا ساتر ستر. عايشين بن طرابي. واحد بواحد. احنا عايشين بن طرابي. ها؟ والأمطار لا فوقنا. والسيول لا فوقنا. وننزل نبز كل واحد مجرفة أو كريك. وننزل نسوق للسيل لا يكظم فوقنا. لا خزانات لا عين ولا خزانات ولا حمامات ولا مدابخ ولا جن ولا عفاريت منهن كلهن دهوري امان. عاد الله ضرب تصوير يومي وتسجيل يومي ولا معاهم حاجه. هذه هي الحلقة الثانية من لست وحدك التي نخصصها لمأساة النزوح الداخلي. كنا في حلقة ماضية قد عايشنا أحزان أسرة عبدو حزام التي نزحت من منزلها فجر يوم العيد، وها نحن اليوم نعيش معاناة هذه الأسر وهي تعيش أيامها كلها في هذه المعاناة الرهيبة. هنا يعيشون أعيادهم وأيامهم يكابدون الجوع والأمراض بانتظار التفات الجهات المعنية بالإغاثة التي تقدم لهم مساعدات شحيحة على العموم، لكن احتياجاتهم الأساسية للدواء والتعليم والسكن وغيرها من الحقوق الأساسية لا تجد من يلتفت إليها. مشاهدين الكرام، فاصل قصير نعود بعده للاتصال بالمحامي والناشط الحقوقي علي الصراري، كونوا معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي المحامي والناشط الحقوقي علي الصراري. مرحبا بك أستاذ علي. مرحبا بكم أخي عبد الله. أستاذي أستاذنا، لو حاولنا أن نحدد وفق القانون من هو النازح؟ أولا السلام عليكم، ونشكر برنامج لست وحدك على هذه اللفتة الكريمة لأوضاع النازحين. بالنسبة للنازح، برغم وجود القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان والاتفاقات والمواثيق الدولية، إلا أن هؤلاء لم يعرفوا النازح بشكل واضح. لكن هناك بعض الحقوقيين والبعض عرف النازح بأنه من يغادر منزله أو موطنه بسبب النزاع إلى أماكن آمنة بحثا عن الاستقرار. هذا التعريف الآن المتداول عبر حقوقيون، بحثا عن الاستقرار. نعم. أم الأمان؟ الاستقرار هو تنطوي تحته مسألة الأمان، الغذاء، الوضع الصحي، التعليمي، وكل هذه الأشياء. الاستقرار بشكل عام. إذن بهذا التعريف سيدخل كل الناس حتى في الأوضاع الطبيعية، جميعنا يبحث عن الاستقرار عموما. لو انتقلنا إلى مسألة إغاثة هؤلاء، هل هناك مؤسسات تتحمل هذه المسؤولية بشكل مباشر؟ بمعنى أنه ما هي المؤسسات التي تتحمل مسؤولية إغاثة هؤلاء النازحين داخل الأراضي اليمنية؟ النازحون في الأراضي اليمنية هي حكاية معاناة وألم لا تنتهي. يعني نحن نشاهد ذلك بشكل يومي ومستمر. طبعا الدولة هي تأتي في المقام الأول، والتي تتحمل تلك المسؤولية وإيجاد الأماكن البديلة، لتأتي بعدها منظمات سواء كانت دولية أو مؤسسة وطنية لتساند الدولة في توفير الاحتياجات الأساسية للنازح، كونه يغادر منزله ولا يمتلك سوى يعني الملابس التي يعني يرتديها يلبسها هو يرتديها. نعم. إذن مسألة الدولة في المقام الأول. دعنا يعني نظل عند هذه النقطة بعض الشيء. مسألة الدولة، أي دولة في ظل الوضع اليمني
أي دولة تقصد يعني؟ طبعا في الأماكن التي تعتبر محررة هناك نازحون نزحوا من الأماكن التي كانت تماس في خط التماس في الحرب. نعم. وكان هناك أماكن يعني شبه ما نسبيا آمنة انتقل إليها ذلك المواطن. الدولة في هذه الحالة هي الدولة الشرعية يعني الحكومة. نعم. الشرعية يجب عليها أن توفر وأن تنسق وأن تنسق مع المؤسسات التي استطاعت أن تتواجد في تلك المناطق. نعم. أما في بقية المناطق ومع الأسف الشديد هم النازحون يعانون بشكل يعني بشكل مؤلم جدا وما نشاهده لا يستطيعون حتى إيجاد المأوى لا سيما المواد الأساسية مثل التعليم مثل الصحة مثل الملبس المأكل. هناك الضرورات الأساسية مزمينة. نعم شاهدنا قبل قليل مناشدات وتعرفنا على أوضاع نازحين في منطقة ذروان شمال العاصمة صنعاء. هم في الحقيقة تجمعوا في ذلك المكان من عدة محافظات من صعدة ومن عمران ومن تلك المناطق التي شهدت العمليات العسكرية. هؤلاء من يتحمل مسؤوليتهم بشكل مباشر يعني؟ ومناطق أخرى غير هذه. نعم المنطقة. نعم. هناك في مذبح هناك في شارع هايل هناك في بلا شك هذه فقط عينة فقط. نعم 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 بالضبط. يتحمل المسؤولية سلطة الأمر الواقع المتواجدون على أرض الواقع في هم الذين يعني استولوا على مكاليد الأمور يعني السلطات الإنقلابية. نعم سلطات الإنقلابيين لأنهم هم كانوا المتسببون في تلك المآسي وهؤلاء النازحون لقوا إلى هذه المناطق وهذه المناطق تحت سيطرة الميليشيا والميليشيا هي عليها من توفر يعني مثل ما توفر السلاح عليها أن توفر المأكل والمشرب لهؤلاء الذين هربوا إلى هذه المناطق رغم أنها مناطق غير آمنة لأنها تتوفر فيها الأسلحة والمخازن مخازن الأسلحة وضرب الطيران وهؤلاء النازحون ليسوا بمأمن لكنهم نسبيا للأسف لن يبالي أحد من خلال متابعتنا لهذا الملف اتضح لنا أن حتى المساعدات الإنسانية التي تصل عبر المنظمات هي تصل عبر قنوات الميليشيا وتذهب فقط إلى من يتبعون هذه الميليشيا. هل هناك يعني أي إحصائية لعدد النازحين في مناطق سيطرة الميليشيا صنعاء وما حولها؟ أنا أؤكد لك سيدي الكريم أستاذي عبد الله أن حتى من هم محسوبون على تلك الميليشيات لا يجدون تلك المساعدات هم يتحكمون بها. أنا شاهدت مواد إغاثة تباع إلى تجار وإلى محلات تجارية. نعم. يتم بيعها يتم تخزينها في مخازن التجار. نعم. هم الآن يستثمرون تلك المواد الإغاثة لا صحيح. تصل إلى النازحين وإلى المتضررين حتى من أتباعهم. وأنا مسؤول عن أو المحسوبين عليهم يعني. نعم نعم هناك من يشكون هناك من يقولون بأن نحن وقفنا بجانبهم نحن خرجنا. نعم. بسببهم نحن محسوبون. أنا التقيت بهؤلاء ولكنهم يعانون. عقال. نعم. الحارة يقومون بتسجيل أشخاص متواجدون في نفس المناطق لا هم بناجحين ولا متضررين ولا. نعم. ولا هم بحاجة إلى تلك المواد أو على الأقل هم يعني هناك من هو أشد حاجة منهم باعتبار أن الجميع قد انكشف حاله ستره يعني. في هذه المواد. نعم نعم هناك بيع وشراء فيها والاستغلال حتى مع الأسف الشديد هناك استغلال غير أخلاقي من قبل التجار الذين يعني يضعون أنفسهم بأنهم هم مسؤولون عن توزيع مواد إغاثة أو مساعدات للنازحين. هناك استغلال وهناك جرائم أخلاقية يعني ترتكب في هذا الجانب. نعم. هل هناك أي من هذه المعلومات تصل إلى المنظمات التي يعني تمول مثل هذه المساعدات بدون ذكر أسماء منظمة يعني منظمات بدون معينة. ذكر المنظمات والمعلومات هي تصل للقاصي والداني. هذه المعلومات تصل إليهم وهم يعلمون بأن مواد الإغاثة هي تصل إلى أيادي الميليشيات والميليشيات إما أن تقوم بحجزها أو تخزينها في الأماكن التي تريد وتوزعها على من تريد. ورغم هذا
تأتي هذه المواد في أوقات متفاوتة. يعني هناك قواطر ولن أذكر الجهة التي أتت بتلك القواطر وتلك المساعدات الكبيرة، إلا أنها احتجزت في مناطق معينة وتم احتجازها لأشهر، ثم تم توزيعها إلى مخازن التجار وتم البيع والشراء فيها، ولم تصل قطعة واحدة ولا حتى 1% إلى هؤلاء النازحين. هناك من أو حتى المحتاجين أو حتى المحتاجين المحسوبين أو المحسوبون على الميليشيا. نعم، وهناك متضررون محسوبون عليهم، لكنهم أصبحوا متضررين من بالجانبين يعني. نعم نعم، هي مأساة إنسانية. هل يعني سأكرر هذا السؤال، هل لديكم أي إحصائية عن عدد النازحين حول صنعاء؟ النازحون هم يتواجدون بأعداد كبيرة وأعداد كبيرة جدا، لا توجد إحصائية معينة. هناك بعض الجهات التي ذكرت بأن النازحون في اليمن بشكل عام يتجاوزون الآن 3 مليون نازح. رقم مخيف. هذا الرقم يخص جميع مناطق اليمن. نعم. لكن أنا أؤكد بأن العدد متزايد. العدد متزايد وقابل للتزايد، لأنه الآن تكثر الحروب في مناطق وتتوسع في مناطق معينة. لم تكن تصلها يعني لم تكن تطال هذه المناطق الإشكالية في ما سبق. نعم، وصلتها في الفترة الأخيرة. نعم صحيح. ما هي الصعوبات حصر هؤلاء النازحين والمتضررين؟ سواء كان في حصر وتوثيق ورصد مثلا النازحين وأوضاعهم المأساوية، أو في رصد يعني احتياجات أخرى مثلا، أو جرائم معينة أو انتهاكات معينة، لا تستطيع المنظمات أو الجهات أو المؤسسات القيام بعملها بأكمل وجه بسبب القيود التي تفرضها الميليشيا المسلحة. لكن هذه محاولات لمساعدة الناس وليست لإدانة أحد. يعني هؤلاء نازحون لديهم احتياجات، لابد أن يعرف الناس أعدادهم احتياجاتهم، يعني كيف تقدم لهم المساعدات. نعم، من يوجه السلاح والسلاح الثقيل لاقتحام المدن وقتل المواطن لا يأبه لهذا الموضوع أن تصل هذه المساعدة لهذا المواطن أو من عدمها. يعني هو يقتل ويدمر، فما بالك يعني فهو سيقطع المواد الغذائية وسيعرقل. لكن هؤلاء متواجدون في مناطق محسوبة عليه، وهو يزايد دائما خلال وسائل إعلامه بما يحدث من إرباكات في الجوانب أو في المناطق التي تحررت من قبضة ميليشياتهم. كيف يمكن أن يستقيم هذا الحال لديهم وهم يريدون هذا المجتمع أن يستمر كما يدعون صامدا معهم وما شابه؟ الآن بدأت أعتقد أنها انتفاضات ومظاهرات بداخل العاصمة صنعاء من بين أيديهم. الناس ضاقت بأوضاعها، الناس الآن يعانون، يعني بعض الأسر لا تجد حتى الوجبة الواحدة في اليوم. بعض الأسر الآن نجدها هي وأبنائها تشحت وتتسول في الشوارع، وهم عاشوا بكرامة طوال حياتهم. صحيح. يعني الآن أنا أشاهد ناس أعرفهم ونبكي دما عليهم يا أستاذي، تجدهم بالجولات، يعني حتى الأسرة الواحدة مشتتة، ما يعني ليست في منطقة واحدة أو في مكان واحد، تجدهم في أماكن متعددة، أو قد تنقسم الأسرة نصفها في محافظة ونصف الآخر في محافظة أخرى. لا يستطيع العائل والذي معه 10 أطفال 12 طفلا أن يعولهم، أو إذا كان لا يستطيع توفير القوت الضروري لنفسه، فما بالك لهؤلاء العدد الكبير بعده. فتكثر الجرائم والاستغلال الجنسي، هذه آثار بجميع أنواع. هذه الآثار الاجتماعية والقانونية المترتبة على مسألة النزوح والتشرد، وهو كان محور نتمنى أن تعطينا لمحة تفصيلية عنه. سيدي، هناك في أماكن النزوح يقع الاختلاط والتنوع في الأسر، والتي تأتي من عدة محافظات إلى أماكن واحدة، لا تتوفر فيها حتى حواجز لدورات المياه أو
فاختلط الإناث مع الذكور مع الأطفال مع الأحداث مع الكبار السن. وهناك حالات حدثت في محافظة إب في منطقة قبلة وفي منطقة السفال، هناك مأساة إنسانية وكارثية ستؤثر حتى في مستقبلا على هؤلاء الأطفال. هناك أكثر من 12 حالة اغتصاب وتحرش جنسي في محافظة إب فقط. هذا ما سجل، وهذه عادة هذه الإشكاليات عادة لا يتحدث عنها أحد، من المسكوت عنه في المجتمع عموما يعني. وهذه كارثة أن يتم السكوت عن هذه الجرائم التي تهدد تهدد الطفل اليمني أو المرأة اليمنية. صحيح. وهذه مستقبلا ومع مرور الأيام عموما هي أدواء إنسانية في أي مجتمع، لا تخص مجتمع بذاته يعني. نعم نعم، يمكن الجريح قد يتعالج، يمكن البناء قد نعيد بناء البيت. نعم. سنعيد بناء، ولكن تدمير الإنسان بهذا الشكل لا يمكن معالجته فعلى المدى البعيد، فهذا يؤثر. ماذا عن التعويض إذا ما فتح هذا الباب وسيفتح عاجلا أم آجلا؟ من يتحمل مسؤولية تعويض هؤلاء؟ كما قلت لك سابقا أن الدولة هي أولا تتحمل مسؤولية توفير الأماكن ومسؤولية التعويض، هذه في المقام الأول. ثم يأتي عند محاكمة، عندما يحاكم الفاعل أو المجرم أو القاتل أو المدمر يحاكم، فتفرض عليه مسألة التعويضات للأسر يعني بأيا كانت. هؤلاء مثلا الميليشيا يجب أن يقوموا بتعويض كل من فقدوا منازلهم، كل من فقدوا عائلهم، كل من تعرضوا لانتهاكات كونهم الآن سلطة أمر واقع وانقلابيون يسيطرون على كل شيء. لكن مستقبلا فهي الدولة، الدولة هي التي تأتي وتعوض وتجبر الضرر وتفرض على هؤلاء الانقلابيين بناء على القانون تعويض كل من فقدوا شيئا ما. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ علي أصراري المحامي والناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف. شكرا. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك. كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. نازح مخيم ضروان تمرست، في أمان الله.